مساء الخير، اسعد الله مساءكم اخوانا حبيبنا. طبعا احنا اخوان عند احمد الطيراوي، زلمه محترم ابن عالم وناس مقدر. قبل نبلش الفيديو بدنا نحكي ايش يا اخوان، شغله مهمه اللي هي مش مهم حلاوه الطير ولا حلاوه السطح، اهم شيء انك بتحب الطير. ليش رايك يا قدوس؟ اه والله اهم شيء انك بتحب الحمام. نعم عرض تحب تربي الحمام. اه والله طبعا طبعا احنا في اعلى مكان في الوحده احمد، خليكم معنا اخوان. احنا في اعلى مكان بالوحدات، طبعا هي بيت القدوسي هان، وهي بيت شو اسمه اللي الصوالح اللي صورنا عنده. تمام، هاي ماهر ابو الرز قاعد، وهي ماهر ابو الرز. وين هاي ابو الرز؟ هناك صورنا عنده مره. هاي رفصات شايفينها، هاي هي. طبعا هنا بالتطوير كله جنب بعض ابو يوسف. طبعا هنا طلعوا هسه، سيبك من كل الحكي اللي بحكي لك اياه. طلع يا معلم قديش كشيش هان. هاي واحد والله، واحد وفي واحد هيو تحته، هيو هي شايفينه، هاي واحد وهي واحد هان، وهي واحد يا معلم، اكو واحد وتحتيه واحد، هاي واحد وتحتيه واحد، هيو واحد هيو. تمام، طلع لسه هان ما جيناش. طلع السطح ما شاء الله، هان الزلمه قاعد ببني يعني لسه بخش اشوف بظبط في الوضع. طلع هاي واحد وهي واحد، هاي واحد هاي واحد، ترى كلها هيك الشيء، وهي واحد كلها كشيش تحت، تطوير معروف وكو واحد، وهي واحد الخضراء. هي كلها كشيش هنا، وهي واحد هي. طبعا هنا اسمه كو واحد هناك، وهي واحد تحت. هنا ليخة بتصير، هنا ليخة. طبعا هان يا اخوان المكان الزينكو هناك، هي حمامات على الزينكو. اه والله شايفين يا زلمه، وين ما تضرب عينك بتلاقي كشيش. هي العام الزينكو، هاي زينكو، هاي شايفها، خش زينكو هيا. طبعا هذول في عالم نعرفهمش. طبعا يا اخوان احنا في الوحدات يعني بشارع سميه تقريبا عند مستشفى البشير. يعني يا اخوان الناس، هي واحد، هي ضل بسام صاحبي، هي 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 بكتر خضره. هي واحد هنا بسام، هي كمان واحد جنبه. والله هي طبعا يا اخوان مليان ناس، مليان الوحدات، واحنا هان يا معلم اعلى مكان في الوحدات. طبعا عند احمد، احمد مش راح يطلع بالفيديو. طبعا الحمامات ما شاء الله. طبعا الزلمه يا اخوان قاعد بيظبط بخشش، بس عشان دوامه ايش الوضع عنده صعب شوي. احمد بدوم اربع ايام دوامه، بروح. تعال هان هيك عشان نحكي معك، بروح. تعال هان يا قدوس. فالزلمه يا اخوان يعني مش فاضي انه يشتغل في يطلع على فاللي جابنا هون عشان نكشف الاماكن هاي كلها، والقدوس جابنا عليه. طلع ما شاء الله حماماته بيلعب ولعب. طبعا بيطلع يا معلم الصيد عنده لحاله بينزل، الصيد عنده لحاله بينزل. بدوم اربع ايام بروح ثلاث ايام، طبعا من ثلاث ايام بيطلع بلاقي 10 12. بلمهن هي البربريسي صايده. أيوة بقول لك صايده وكاش وبكش على عينه. طب بس بربريسي بربريسي، حلو البريسي اصفر صايد ولا جاره يا اخوان. بقول لك يلا حق شوين اكل اي هي بلون يصير، اي بلوني. ها شو في صيد، ها فرجي لنا مسكنا المسحب يصير، المسحب صيد ما شاء الله اكثر من الحمام اللي عنده. طبعا يا اخوان في هنا طباشير احمر شفته بعرج، رجله مقطوعه زي المزهور الاسود اللي عندي. طبعا ما شاء الله يا اخوان عنده حمامات حلوات، بس مش عارفين نجيبهم عشان عجقه التظبيط. طلع ما شاء الله طبشير الازرق كاوي. طبعا كمان الجو اليوم نار يا اخوان، اليوم الجو نار. المفروض نصور عند القدوس، بس القدوس بيقول لي انا قاص حمامي. قاص كل حمامك يا قدوس؟ نص ثلاث ارباعها قاص. فقال لي يعني مش حنعرف نصور حلقه. هسه ممنوع عند التصوير ابو يوسف السنه الجايه، والله حيالها. في مفاجات، في مفاجات. هذا فايدو، فايدو قوي يا واحد تحتيه يا اخوان، قوي واحد في الحار، واحد نفس الحار نفس البرمه صادو نفس الطار وقعد، وكيف قعد مش عارف. ثلاث ايام بكش طبعا. بربريسي حلو يا اخوان، حلو كثير. كاو اسود عندك اياه؟ يضبوا عشان بيطلع في الطبشير الزرزور هذا حلو، بس عشان الجو حامي يا اخوان. والله ما شاء الله قدوس، هذا مكاوي يا قدوس. يعني يا اخوان طلع حظك شو عامل، هذا المكاوي ابو محمود. ابو محمود صاد بكشو، صاد لك اياه نسل وكشو كان قوي كشو. يلا نصيبه ويوسف. طلعت
طحن انسى نروح. طبعا احنا هان كلنا في الحاره كلنا اصحاب بس كلنا صيد. اصحاب بس صيد. كاوي اصفر هذا يا اخوان لب محمود صايد له اياه. اسطنبولي هذا حلو الاسطنبولي ما شاء الله عليه. البوز هذا جميل. بس الجو مش مساعد يا اخوان الجو مش مساعد. طلع هذا المزهور هذا اللي برفعه يا زلمه شفته؟ ايوه اخوان مزهور برفعه جاي غريب. والله لازم احارب فيها. طلعنا على ارض خشته. طلع هو قال لك بزبط فيها مطير. لازم يزبطها مطيره الشغله لا بالخشه ولا بالدور. هي المهم بالحمام شوف الخشه طلع كيف عامل تنك بس نظام تنك يا اخوان عقد الحال يعني. طبعا مش فاضي الحال هو مش فاضي يا اخوان بده يزبط بنى نص الخشه ووقف مبين عليه بنى نصها ووقف. لا هو ببيع ببيع بعود يرجع. هات النوري هات ببيع بعود يرجع ببيع بعود يرجع. ترى هاي ما شاء الله عنده 50 ما شاء الله في جوز فيها 50 البطيرن يعني بس الشفر هذا اخوان اقسم بالله دخت اذا ما الدار عاليه كثير كثير عاليه الدار طلع الاماكن هاي كلها هيك بركه بركه ما شاء الله ما شاء الله الكهرباء متوفره عنده 24 ساعه ضوي كاميرات يطلع كاميرا كمان شطر الدابب بيطلع له بقول لك هو بالدوام بشوف بقول لك اذا بنزل بطلعش ما انا مش قال لك هيك هو بالدوام بشوف الدابب هذا الفرخ هذا الفرخ خذ ماله تلاقيه على السطح بجرد حاله قاعد بجرد حاله وانا هي لاطي عنده يا اخوان هاي خشه مقدمها مقديمه هاي كان كش عليها واحد كان كش عليها واحد طلع يا اخوان جنبه واحد هان على طول طلع خشه هاي مصغرها قديمه جنبه واحد هان على طول قديمه قديمه فش سبحان الله ما بتلقاش هذا الحكي ذكرني لما كنت اصور بنصر يا اخوان قدوس زي هيك بمصر لما كنت اصور بمصر زي هيك غيهان 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 تلاقي واحد بكش بغيه صغيره حرام بحرام هي باحه هي عليها غسيل اقدر كشيش بالوحدات هذا كش 300 بيجي وراه هذاك التخشيب اللي رفسته بالشو رفسه طبعا بدون رفسه ابو رامي هذا اقدم واحد في الوحدات بكش هذا بدخل درت بيوم هيك وخليك تصور عنده ان شاء الله نصور عند اشرف المصري هذا شوف المزهور اللي برفعه وينه وين المزهور اللي برفعه؟ لا لا في مزهور جاي برفعه هيك غريب لا 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 هاشم ولك جاي هيك زي المزهير برفعه طلع ما شاء الله حمامات حلوه يا اخوان والله بس ايش لو يظبط رفسته يظبط خششه لو يظبط خششه احسن زي ما بقول لك انا مش فاضي كل ما بدي اجي اشتغل فيها بيطلع لي شغل فدوامه يا اخوان بحكم دوامه مش قادر انه زي ما بيحكوا ايش انه يكمل الخشش مش قادر يكمل الخشش طلع الاسطنبول لازم صلاة النبي كشامر الحمر كشميري هيو كشميري ثاني مبينات اخوان كشميري اسود باكستانيات برفعة بلوني فيها كم من حبة مناح يعني طلع البولندي ناوي يظبط يعني ما هي هذا بنحكي فيه بقول لك الزلمة بس ان شاء الله يفضى ما هو لازم يفضى في هذاك اللي برفعه وينه؟ لازم امسكه هيو امسك قدوس صورنا اياه صورته هذا صورنا اياه طلع يا اخوان لابس فضه لابس فضه طلع لابس فضه صايده هو هذا؟ هذا صايده؟ لا هذا فر شو هالي هذا؟ طلع غلطة طلع نمر اخوان من امير طلع سريع حبست على تركتها
شفر هذا حلو طلع بس حلو هذا غف غف طبعا نخش يا اخوان زي ما انتم شايفين هيها طبعا حاط اسطول ليش مش عارف انا بس الله يعينه باكستاني احمر اي زاجل مسكت الشفر مش راضي ها هاي دبان الكشكي هات هاتوا قدوس قدوس هاي دبان الكشكي اه شوف ما شاء الله طب اشيل الازرق حلو ها هذا المرقع الاصفر يا اخوان لاطف فرخ صغير نازل عنده وقاعد بجرد حاله عنده كمان لحقت له عمره لحقت عمره الله يا اخواني هم راسلي عمره احمر حبه قديمه اي واحد كش جديد هي كش تبع عامات زعمت قويه بالدوريه شايفها اه وين سطحه بس مش عارف كشلو كشلو خنصير له محل بصفر بس وين بصفر شكله شوف الواطي شكله الواطي شكله الواطي وين وين الخزانات ورا الخزانات تحت اه بالواطي يعني اه هاتك قدوس التكلة جهاد قدوس التكلة جلس الاحمر والله منيح انه الحمام سلكه معه الزلمه التكلة جي احمر كويس وجهه حلو الطير طلع التكلة جي ما شاء الله نور الاسود والله ابو محمود بعينك الله النور الاسود بجنن كمان عنده حمامات حلوه بس يا اخوان مش داير باله عليها والله حرام حلو النوري اه والله حلو كوخ بس مش داير باله عليها للحمامات في واحد نسل هي حلو كمان هان طلع هذا اخوان وين بكش ابصر وين بكش هي هذا حمام وين بدك تحط اذا قاعد تنزل بين البيوت تحت شكله واطي واطي اه شكله بيته واطيه ورا الدار هذيك العيال خزنها تنزل بين البيوت طلع النوري هذا محلاه ما شاء الله كمان صيد النوري هذا ها بحطه على الصفيره شوف ما شاء الله حكم دولي اسمع ها بقول لك انا بصفر بكش على الصفيره ها كش على الصفيره طلع النوري هذا كمان يا اخوان عنده ثلاث نوريات حلوات ما شاء الله الرباش الاسود هذا كل شيء يا اخوان كل شيء مقصوص كل شيء مقصوص يا اخوان صيد اي شيء مقصوص هذا انا هذا بدي اعرف وين بده يحطت حمامه هذا طلع حمامه وين تنزل بالواطي بالواطي وبترد تطلع شكله محطها غشيم جدا غشيم يعني صعب ول 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 بصفر لها بس مش عارفين وين بصفر لها والله هي شايف ولد لابس اسود معقول عند الولد اللي لابس اسود ها ايوه هو اه اذا هيك لا منيح منيح محطه يعتبر مش عبد الدرج هو تحت اه تحت والله محطه صعب بتحسه طلع الشيخ شلبي هسه كل شيء مقصوص صيد ها كل مقصوص صيد مثل صيد كل المقصوص صيد شو على الشيخ شلبي صلاه النبي الشيخ شلبي احمر جميل تكله جهاضه حلو الشخشلي جميل جدا ما شاء الله الله يبارك له بس لازم يشتغل على خششه يعني والله العظيم يعني انا مثلا عندي حمام وبطعميها وبدير بالي عليها لازم ابني لها خشه زي العالم انا بالنسبه لي هيك يعني بس احنا قلنا ايش يعني لازم الواحد يشتغل على حمامه صعب هيك طبعا ما شاء الله كشامره والله البيوت اللي ورانا هاي الاماكن ما شاء الله الله يبارك يعني كشامره هي يمه انامير وكشامره وشغلات يعني حبات حلوه الله يبارك له الزلمه يا عمي في نوري اسود ها كمان جميل هيو نوري اسود حلو طبعا بيته عاليه يا اخوان والحمام لا عليك شو بركك برنامج خبز بالله عليك شوف الاختراع بختراع بال حدا يا اخوان ايش هو ما بختراع ماكينه لحمه بتفرم قبل ماكينه لحمه بتفرم قبل السلام يلا
والله هي طلع خلينا نجرب. شوف ضح سويت مخك احمد، شوف ضح سويت مخك احمد. ايه من هنا فوت ضبط لي. طيب بالعكس عكس عكس كل شيء. ايوه ضبط لي هيك ماكينة لحمة يا اخوان بجرش عليها خبز. والله فعلا ايوه ايه يا عمي يفضل سوي ذك يا احمد. اختلاع يا عمي ولك تمام الوحدات تطلع منهم. طلع البلاشكا يفضل سوي ذك يا احمد. طلع البلجيكي ها زواج المراسليات شغلات حلوة سيدي الله يبارك له. طبعا حلقتنا اليوم حتكون بسيطة صغيرة هيك على قد الحال. راح نصور حلقة على الأرض عند أبو محمود. أبو محمود بالواد بدنا نصور بالواد عند أبو محمود. طبعا هسه من كش محمود وين بتروح؟ على الأرض. على الأرض بالكش. استغرب منه كيف بتطلع الحمام وكيف بتطير بس كشيش أبو محمود قديم. طيب أخواننا نروح نصور عند أبو محمود المتحمس للحلقة هاي. يحط لنا رقم واحد ويكتب تم عشان إيش نصور عند حلقة عند أبو محمود. طلعت الباني هذا هسه شفته. طلعت الباني محل سلامة زي ضرب البيمة ابو علندا وسحاب. ما هي ماكينه عمي كاشفه كاشفه البيت عالي ما شاء الله بجوز سبع طوابق طالعين. طلعت الثاني ما شاء الله. ابو محمود كشيش ابو محمود. هاي الصبونه هاي مكاوي تبعك يا ابو محمود صايد لك اياه يا ابو محمود. ها يمين داير نسل الله الله يبارك. هيك حبايبي بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. بتمنى يكون عجبك المقطع. بتمنى تعملنا لايك اشتراك شير. يعطيكم العافيه والسلام عليكم.